وشوشة. في طالب كان عندي شغال في قناة الحظ، كنت بدرسه في الجامعة في آداب عين شمس في قناة الحظ، قاعد يكلمني. أنا بستحي لما أي شاب يكلمني يقول لي أعمل حوار ولا أطلع، لما بلاقي شاب أنا مش منتصر لأن أنا عندي المنبر بتاعي وعندي الأحرام. الحقيقة كلمني قلت له طب أنا يوم السبت إجازة هجيلك، ورحت قناة الحافظ، برنامج موجود كاملا 128 دقيقة، 128 دقيقة منهم 100 دقيقة أنا متخانق وبقول الفكرة ببساطة اللي كنت بقولها، إن ربنا سبحانه وتعالى ما اداش التوكيد بتاعه بتاع الإسلام للإخوان، أنتوا مش معاكم التوكيد الحصري للإسلام، إحنا كلنا مسلمين وكلنا عندنا رؤية إسلامية. ربما قلت أقول لأن هو في خناقة بينه وبين المذيع عاطس معاطفة، ربما تكون رؤيتنا وتكون ربما يكون إسلامنا إحنا أفضل، أنتوا ما عندكمش رؤية، أنتوا عندكم رؤيتكم كده، الكلام ده موجود، أنتوا رؤيتكم كلها إن أنتوا عايزين الحكم فقط وانتمائكم فقط في الجماعة، إنما إحنا عندنا مشروع إسلامي. حوار ماشي بالشكل ده، خناقة. قال لي إيه؟ يعني انت مع مشروع اسامه؟ قلت له طبعا انا ابن المشروع الاسلامي. كان وقتها باسل يوسف بيطلع يلبس محمد مرسي بدله راس، كان بيقول كلام، قلت له انا ضد ده مش نتيجه لان محمد مرسي هو رئيس مصر، لما نتيجه لان انت لا يجوز ان انت تعمل ده مع رئيس، وخاصه في مصر احنا ما تعودناش ده. وقلت له ان باسل يوسف لا يستطيع انه يعمل ده مع صاحب القناه اللي شغال، المساله في مواجهه بيني وبينه. في نفس الاسبوع ده كان مرتضى منصور معايا على التليفون، مسك باسل يوسف عمل فيه عمايل فوق ما تتخيل، عمل فيه عمايل لدرجه انا على الهواء وده موجود، فهو الكارثه ان ده موجود. قعدت ادافع عن باسل يوسف. باسل يوسف بقى عمل ايه؟ راح خد الكلام ده حته راح مبتزق بقى. سيد علي انا ابن المشروع الاسلامي، نمره نمره اتنين عمل ايه؟ قال لك ده سيد علي خلاص هيروح قناه القفز وراح عامل لحيه. فبدات الصوره النمطيه، مش عايز اشتم، عندي ناس كتيره جدا هم ما بيبحثوش، سيد علي بيقول انا ابن المشروع الاسلامي في التوقيت ده ولابس لحيه وعامل له لحيه، يبقى ده بينطق الاخوان. وفي نفس الوقت في نفس اللحظه دي، لان احنا بلا عقل في البلد، في نفس اللحظه اللي بيتقال فيها ده كان صوري محطوطه في قوائم الاغتيال نمره 6،